كان عن الفقر والخيانة وكتب فلاح للمؤمنين الذين هم بأماناتهم اعتبارهم. نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو عرض أمانته وهي التكاليف الشرعية على السماوات والأرض والجبال فامتنعنا من حملها وخفنا من مثلها. على آله وذريته قياما لله بواجب العبودية وإقرار له بالربوبية وطلبا للثواب وبعدا عن العتاب والعقاب. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه وحافظ عليها في جاهليه الاسلام ونقب في قميص الحبيب وقال قائلهم وهم يكونون الكعبه هذا الامين قد رضيناه وحكمه. وأساس قوي من أساس المدنية الإسلامية.
المؤهلات التي تجعل من صاحبها رائعا.
الوالية لا يخلى في شيئا، ما تبقى عليه تبقى عليه.